رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم يشكل اعتداء سياسيا على موقع رئاسة الحكومة. المشنوق تحدث في خلال لقاء حواري مع أهل بيروت نظمه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية. في اعتداء صار بالأيام الأخيرة على البيان الوزاري. هذا الاعتداء بكل صراحة وببساطة هو لقاء اللي جمع وزيرا خارجية سوريا ولبنان في نيويورك. هذا اعتداء على البيان الوزاري. وحكون صريح أكثر. هذا اعتداء على رئاسة الحكومة. وزير الخارجية أعلن أنه هو التقى وزير المعلم بطلب منه. وهذا الطلب أنا بعتبره اعتداء صريح ومخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد ما التزم فيه وزير الخارجية اللي كان هو جزء أساسي من التسوية اللي انعملت بالبداية. في محلات أنت بتسكت، في محلات أنت بتلاقي فتاوى على طريقة أنه هولي طلعوا بدون قرار مجلس وزراء وما في اعتراف بنتائج زيارتهم، بس في محلات كمان بتقول لا أنه هذا خط أحمر ما بقى ممكن تجاوب. مثل ما هو أخذ قرار سياسي أنت بتاخذ قرار سياسي مماثل ومواجه وقادر على التعبير عن وجهة نظر. هذا أمر موضوع تشاور خلال أيام قليلة، بس بالتأكيد رح يكون في قرار. وأكد المشنوق أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأن الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية. مر الوقت وما قدرنا نوصل لنتيجة، وحيمر وقت أكثر وما حنقدر نوصل لنتيجة. بعد يومين ثلاثة أنا بقول لكم تنفيذ البطاقة لم يعد ممكنا، وبالتالي ما في زوم للنقاش. والكلام عن تأجيل الانتخابات غير صحيح، غير صحيح على الإطلاق. أيا تكن النتائج حيكون المجال الوحيد لتطبيق قانون الانتخابات بمضامينه انه يكون في تسجيل مسبق، وهذا موضوع صراع كبير. تسجيل مسبق للي بده يصوتوا بمناطق سكنهم. هذا وأشارت النهار إلى أن المشنوق أبلغ قصر بعبد اعتذاره عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية إلى باريس غدا، مرجحة أن يكون الاعتذار على خلفية لقاء باسيل المعلم وتصريحات الأول بعده.